غالبا ما يدور الحديث حول من الذي يصنع التاريخ. هناك أشخاص أضافوا لأنفسهم صفة القدسية، فاعتقدوا أن عجلة التاريخ ستقف عند ظلهم المقدس، سيبقون يحكمون شعوبهم حتى من داخل قبورهم. لقد قامت السردية الخمينية منذ تأسيسها سنة 1979 على نظرية الولي الفقيه أو المرشد الأعلى الذي ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة لحين ظهور المهدي المنتظر، وفق المعتقدات الشيعية التي تقودها الأيديولوجيا الحاكمة في إيران. وحده المرشد الأعلى، من يوزع سكوك الغفران والكفر بالله، هو التقي الأمين على الأمة، إذ يقول الخميني المؤسس إنه لا يجب الاعتراض على قراراته بناء على حديث ينسب إلى المهدي، إن الرد على الفقهاء كالرد على الله، هكذا يقولون. فهو بذلك المنزه والمبجل الآمر الناهي في البلاد، فتحول الولي الفقيه الإيراني إلى مقدس وفق المشروع الإيراني الديني. لقد دات العبور فوق الأوطان عبر نشر الفوضى، جزء من مشروع التوسع الخميني لنشر وتشييع المنطقة بقوة السلاح وتقسيمها مذهبية. بات لبنان بحزبه الشيعي دولة داخل دولة، وباتت العراق مسرحا للسياسة الشيعية. أما سوريا لم تعد تشبه نفسها بعد التدخل الإيراني فيها، مرورا باليمن والمشهد الحوثي المدعوم بالسلاح الإيراني. أما إسرائيل التي ستمحوها عن الوجود كما تزعم، فلم تدخل معها في أي مواجهة عسكرية، لتبدو القضية الفلسطينية بالنسبة لها مجرد ورقة لتحقيق مكاسبها في المنطقة. أو لم يقل الخميني في إحدى مجالسه الخاصة المسربة أنه لا يجب أن نخسر القضية الفلسطينية كي لا نخسر سياستنا الخارجية. بحسبة منطقية بعيدة عن الانفعال، ستجد أن المجلس التشريعي الإيراني ينتخبه الشعب، هذا صحيح، لكن القوات المسلحة بيد الولي الفقيه، القضاء بيد الولي الفقيه، الإعلام، الإذاعة والتلفزيون بيد الولي الفقيه، جميع المؤسسات تقوم على فصل السلطات، أيضا هذا صحيح، لكن في الوقت نفسه لا سلطة تعلو فوق سلطة الولي الفقيه. لم تعد صورة الولي الفقيه مرسومة بالغزل والحب والعشق والهيام المقدس كما كانوا يظنون، ما عاد تقديس المقدس جزءا من النسيج المجتمعي الإيراني، ما عاد انتظار تغيير السياسة الإيرانية والإطاحة بحكمها الديني أقل أهمية من انتظار المهدي المنتظر. لقد بات التغيير السياسي المنتظر في إيران هو جوهر التفكير والمحور والهدف. هل سقطت قدسية الولي الفقيه بعد إحراق منزل الخميني المؤسس؟ هل هوت قدسية الخميني والخامنئي في معقلها؟ لعله الشعب الإيراني يحاول عبر احتجاجاته للشهر الثالث أن يرسم وجها مغايرا للخمينية والخامنئية. إنه التاريخ باعتباره فعل إنساني قد يعطي الفرص للأمم لتجنب الوقوع في أخطاء أسلافها. بهذا المعنى فإن المانشط العريض الحالي إيران باتجاه سير التاريخ لوضع حد لوليها الفقيه.